يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني المواضيع كثيرة ويحتار الإنسان فيما يتكلم من كثرة المواضيع، ولكن لربما يعني يجدر بنا أن نتكلم في موضوع جد علينا، ألا وهو قرار لمحكمة الصلح الإسرائيلية التي تسمح فيها بصلاة بين قوسين صامتة، بصلاة صامتة لليهود داخل بنيان المسجد الأقصى المبارك. ونذكر إخواني لما نتكلم أول شيء في الكلمات، يعني لما يقول صلاة صامتة نقول قبل القرار، قبل قرار المحكمة كانت توجد صلوات صامتة لليهود داخل المسجد الأقصى. فما الذي تغير؟ نقول إنه في العقلية الموجودة، وعليكم السلام، في عقلية بني إسرائيل الموجودة، يعني الكلام هو من باب التمهيد لشيء عظيم. يعني لما كانت تقول يمنع على اليهود أن يؤدوا صلوات داخل المسجد الأقصى، في الخفاء شو كان المعنى؟ لأنه احنا نرى على الواقع، لما كانت تصريحاتهم يقولوا انه ممنوع، شو كنا نشوف على الواقع؟ كنا نرى صلاة صامتة وبحماية الشرطة الإسرائيلية. مش بس بحماية، يعني الشرطة الإسرائيلية تقوم بإفراغ الممرات التي يقوم فيها هؤلاء. وإخواني هون لازم أن ننتبه، أنا أتكلم بكلمات لأنه أنا يعني دخلت إلى المعتقل مرتين، كل مرة كلفتني سنة من حياتي، فأنا أتكلم بمصطلحات يعني حتى أتجنب المرة الثالثة، ولكن أنتم بتعرفوا شو المقصد. أنا أقول بين مزدوجين، بين إيش؟ مزدوجين، وكل عارف شو معناه. الزوار الذين يقومون بالدخول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات كانوا بحماية مين؟ بحماية الشرطة الإسرائيلية، وكانت تفرغ لهم الممرات، حتى إنه إذا كان أحد المصلين يصلي في الطريق اللي بدهم يمرقوا فيه كان تحمل الشرطة وتأخذ وتعطي أمر استدعاء لفين؟ إلى المسكوبية أو الإشلم بحسب منطقة السكنة لهذا الشخص، ويعطى أمر إبعاد عن المسجد في المرحلة الأولانية قديش؟ أسبوع. ثم بعد ذلك يمدد بحسب رؤية هؤلاء لربما يصل التمديد إلى 6 أشهر، يمنع من الدخول إلى المسجد الأقصى. ليش؟ لأنه كان يتواجد للصلاة أو تلاوة القرآن أو حتى الوقوف دون أن يفعل أي شيء أو يحرك ساكن في ممر على هؤلاء بين مزدوجين. الزوار شو بدهم يسووا؟ يمروا في هذا المكان. فنقول لما كانوا هؤلاء يقولوا ممنوع، شو كنا نشوف على الواقع؟ نرى الواقع انه في صلوات، ولكن الصلوات شو كانت؟ صامتة. وحتى في الآونة الأخيرة تطورت الأمور، أنا أتكلم قبل قرار المحكمة الجديد اللي أصدرته محكمة الصلح بالسماح بالصلوات السابقة الصامتة، أتكلم قبل
يعني شو كنا نشوف؟ كنا نشوف حتى الصلوات اللي كانوا يؤدوها احيانا شو كانت؟ جهرية، واحيانا كان يتم تهريب امور ممنوعة شرعا مثل الويسكي او الخمور داخل مسجد الاقصى للقيام بطقوس معينة. وحاولوا احيانا انهم يدخلوا ايش؟ قرابين حيوانات، يعني شاء او ما اشبه بحجم صغير، تحاولوا يهربوها لداخل المسجد الاقصى كي تذبح ويقوموا بطقوس داخل المسجد الاقصى. لا تكلم الان عن العلاقه ما بين مزدوجين الزوار والشرطه، الا انه انا اتكلم عن المشاهده. شو بتكلم؟ عن المشاهده اللي كنا نشوفها، كنا نشوف مسانده الشرطه الاسرائيليه لمين؟ لهؤلاء في اداء طقوسهم الصامته واحيانا العلنيه لما كان الامر الرسمي شو هو؟ ممنوع. وحتى انه وصل الحال يعني في الفتره الاخرانيه انه تم رفع العلم، علم دولتهم، على ساحه او قريبا يعني على مدخل صحن قبة الصخرة بشكل علني، علم كبير، وتم تصويره، واحيانا كم ادخال نماذج للهيكل سواء بكتب او بمجسمات صغيرة وتصويرها امام المسجد، ناهيك عن التصريحات هار بيت بيدينه، يعني المسجد الاقصى اصبح ملكنا، وغيرها من التصريحات التي يطلقها هؤلاء. فنقول هذا اللي كان موجود قبل ايش؟ قبل ما يتغير الامر الرسمي. نتكلم عن ايش؟ الامر الرسمي من ممنوع لايش الان؟ الى مسموح صامتا. فماذا نتوقع الان لما يصبح الامر ايش؟ مسموح صامتا. شو بده يكون حالنا؟ اذا كان الحال في ممنوع من الصلوات مش بس صامتة، كانت جهرية وترفع الاعلام وتهرب الرموز الدينية تبعتهم ويقوموا بالطقوس هاي، فنقول الآن ماذا سيكون حل؟ ونذكر إخواني أنه أمر التحويل أو قرار المحكمة الذي جاء بالسماح لهؤلاء بالصلوات الصامتة تزامن مع إيش؟ مع وفد بحريني شو زار؟ زار المنطقة وأدى صلوات فين؟ في حائط أو في ساحة البراق اللي حارة المغاربة، وأدى الصلوات، كان يصلي بجانب اليهود وهم يصلوا، وكان يصلي أمام سجادة فردوها قدامه. شو هي؟ شو السجادة؟ شو كانت؟ كانت رسمة الهيكل اللي موجودة أو مرسومة مكان قبة الصخرة، كان يصلي أمامها. هذا شو معناه يا إخوان؟ هذا يعني إنه هؤلاء، وللأسف أقول هؤلاء، يفقهوا ديننا أكثر منا. ليه؟ لأنه عندهم بني إسرائيل، يعني هناك أمر تكلمنا فيه إخواني اللي لاحظ على هذا الموضوع قبل فترة، شو اسمه؟ اسمه التقوى، لما تكلمنا عن نبي الله إرميا وحاله، وكيف أن بني إسرائيل خططت له ثم سجنته 10 أعوام كاملة وتم تحريره على يد نبوخذ نصر. ونبوخذ نصر أسكن في الأرض المقدسة مجموعات من الناس سواء من العراق أو من سوريا أو من لبنان أو من أماكن أخرى، وطنهم فين؟ مكان اليهود في الأرض المقدسة. هؤلاء كلنا هجمت عليهم السباع، مع أنه هاي شو هي؟ الأرض المقدسة، وما قدروا يعيشوا فيها، وأرسلوا لنبوخذ نصر أنه إحنا سنغادر الأرض المقدسة، لا نستطيع العيش فيها. ليه؟ لأنه السباع هاجمتنا ومشتركتنا بحالنا. فأحضر نبوخذ نصر حاخامات اليهود وسألهم في هذا الأمر، لما هجمت السباع على هؤلاء الأقوام اللي أنا أسكنتهم مكان بني إسرائيل داخل الأرض المقدسة؟ فكان جواب هؤلاء يعني الذين استوطنوا مكاننا لا يعلموا معنى التقوى. لا يعلموا ايش؟ معنى التقوى. التقوى امر هام لسكنة ايش؟ الارض المقدسة. وهذا الامر اخواني شوفوا، ما تكلم في بني اسرائيل لنبوخذ نصر جاء في القرآن الكريم على لسان سيدنا موسى. شو سيدنا موسى؟
وإذ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمين؟ للمتقين. شو هو التقوى؟ فالحاقامات شو قالوا لنبوخذ نصار؟ اللي انت سكنتهم ما بيعرفوا معنى التقوى، عشان هيك مش قادرين يعيشوا في الأرض المقدسة. فسألهم ما معنى التقوى؟ فشو كان معنى التقوى؟ كان معنى التقوى اللي انت سكنتهم أناس وثنيون، يعني شو بيعبدوا؟ بيعبدوا الأصنام. ولكن لا بأس، شو بقولوا؟ بقولوا لنبوخذ نصر لا بأس من عبادة الأصنام إلا بإيش؟ أن تتقي أن تراك الناس تعبد هذه الأصنام. يعني هؤلاء شو لازم يسووا؟ بدو يعبد الصنم، فيش يسوي؟ يخبي جوا بيته ويروح يعبد غاد وما يخلي حدا يشوفه، تكف عنه السباع. شوفوا قديش هم فاهمين أمر الله سبحانه وتعالى. ففعلوا كما قالت حاخامات بني إسرائيل فكفت عنهم السباع. هذا شو بنسميه؟ التقوى. والعاقبة للمتقين، لا يبقى في هذه الأرض المقدسة إلا مين؟ إلا متقي. بمعنى أنه إذا أنت بدك تسكن الأرض المقدسة ولا تريد أن تطيع أمر الله، لا تجعل أحد يراك تعصي الله سبحانه وتعالى. اتقي أن يراك إنسان تعصي الله سبحانه وتعالى. فهم أعلم الناس بمعنى هذا الكلام، فهم من يخالفون أمر الله، ولكن شو بيسووا؟ يتقوا أن يراهم أحد يعصوا أمر الله. الآن إخواني، سكناهم في الأرض المقدسة مخالف لأمر الله، مخالف لأمر الله، كيف ينجحوا بأن يسكنوا الأرض المقدسة؟ هم شو بيقولوا؟ بيقولوا هلأ أي واحد إخواني، تكلمنا عدة مرات وأكرر وأكرر وأكرر، أي واحد يخرج إلى حارة المغاربة ويدخل من باب المغاربة راح يلاقي لافتة مكتوبة باللغات الثلاثة. في العبري شو مكتوب؟ مكتوب ها عليا لشيتح هاربي أسورا لفي هراءة تورا. شو معناها؟ إنه الدخول إلى منطقة الأقصى، هم شو بيقولوا؟ جبل المعبد، بس بيقصدوا إيش؟ الأقصى ممنوع حسب أوامر التوراة. يعني بيعرفوا إنه ممنوع يدخل الأقصى. وتكلمنا إخواني بمعنى كلمة الأقصى، ماذا تعني كلمة الأقصى؟ الأقصى هي كل الأرض المقدسة. من فين بنفهم هذا المعنى؟ من قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام لفين؟ إلى المسجد الأقصى. فلو سألتك ما هو المسجد الحرام؟ هل المسجد الحرام بنيان أم مكان؟ شو بده يكون؟ مكان. أما البناية التي نعلمها في المسجد الحرام شو هي؟ شو بنسميها؟ الكعبة. فالمسجد الأقصى بالتالي شو هو؟ مكان. مكان. هذا المكان شو فيه له؟ حدود. في القرآن الحدود شو جاءت؟ بكلمة إيش؟ الباب. وادخلوا الباب سجدا. سجدا شو يعني؟ صرت في المسجد. المسجد الأقصى، مكان المسجد الأقصى مكان السجود. دخلت الحد، فين صرت؟ صرت في المسجد. وهذا الحد من فين؟ من سيناء، اللي حاول سيدنا موسى أن يدخل بني إسرائيل إلى هذا المكان، أو من نهر الأردن اللي حاول يوشع بالنور أو قام يوشع بالنور بإدخالهم إلى هذا المكان. فمن النهر إلى البحر شو اسمه؟ المسجد الأقصى. الآن إخواني، هم بقول لك أنا سأكون من المتقين، سأعصي الله ولكن بإيش؟ بتقوى. شو معناه؟ أول شيء لازم أسوي، لازم أزور حقيقة معنى كلمة المسجد الأقصى. يجب أن يسير عند المسلمين، عندهم هم يتكلموا بلسانهم شو يقولوا؟ يقولوا أن المسجد الأقصى هو مكان وليس هو بنيان وليس مكان. يعني إذا بدينا إحنا نقول إنه المسجد الأقصى هو 144 دنم، شو صار في عندهم؟ صار في عندهم ذريعة أمام الله إنه إحنا ما خالفنا أمرك، إنهم يدخلوا كل الأماكن الأخرى خارج 144 دنم. وشو يقولوا لله عز وجل؟ أنتوا قلت لنا ما تدخلوا الأقصى، وهيهم هم مش إحنا، هم المسلمين شو بيقولوا؟ بيقولوا إنه الأقصى شو هو؟ 144 دنم.
احنا بنترك ال 144 دونم وشو بنسوي؟ بندخل باقي المكان، وكمان باقي المكان من باب التقوى يا اخواني وخداع الله سبحانه وتعالى. شو قالوا؟ قالوا احنا ما جينا لهذا المكان، مين اللي جابنا؟ بريطانيا. يعني بدأ بالانتداب البريطاني، بريطانيا احضرتهم الى هذا المكان، وبعدين بريطانيا انسحبت ومش تموا هون. فعند الله شو بيقولوا؟ بيقولوا يا الله احنا ما عصينا امرك، احنا ما جينا هون، مين اللي جابنا؟ جابونا البريطان، رمونا في هاي الارض القاحلة وانسحبوا، ففرضت علينا. لانه اخواني شو بدهم هم؟ بدهم يوصلوا للبؤرة، بدهم يوصلوا من المسجد الاقصى للمكان اللي احنا موجودين فيه واللي اسمه بنيان المسجد الاقصى. فكانت هذه على مراحل اخواني. ال 48 شو كانت؟ اول مرحلة. وذكر اخواني سنة ال 48 يعني دخول بني اسرائيل او بقاء بني اسرائيل كان بناء على قرار للامم المتحدة. وهنا اخواني لابد ان اذكر، انا اول شيء بقول رقم القرار، القرار 181 للامم المتحدة شو كان ينص؟ كان ينص على تقسيم فلسطين الى ايش؟ الى قسمين، قسم للفلسطينيين وقسم لمين؟ لليهود. اول شيء نتطلع ننتبه لعدة شغلات. احنا اخواني ما هو قانوننا؟ هل قانوننا نأخذه من الامم المتحدة ولا نأخذه من فلان ولا نأخذه من علان ولا نأخذه من القرآن؟ فين قانوننا يا اخواني؟ قانوننا احنا المسلمين قال الله وقال الرسول. هلا اذا احنا قمنا بطريقة ما او اخرى بالانضمام، كل من انضم الى الامم المتحدة التي اتخذت هذا القرار، شو معناه؟ معناه هو موافق على هذا القرار. ليه؟ لانك انت انضميت لمؤسسة قضت انه هي تقسم الارض المباركة لايش؟ قسمين، قسم فلسطيني وقسم يهودي. فهذا معناه انك انت موافق على هذا القرار، وموافقتك على هذا القرار شو معناه؟ انه انت اعطيت بني اسرائيل ذريعة تدعي فيها امام الله عز وجل انه مش احنا اللي بنينا الدولة، مش احنا اللي اقمنا الدولة، الامم المتحدة هي اللي بنتها، وكل العالم الاسلامي شو سوى؟ اعترف فيها بانه شو سوى؟ انضم الى هيئة الامم المتحدة. انضمامهم معناه اعترافهم. هلا اخوان ايضا الان نتكلم سياسة لا نتكلم دين. قلنا دينيا نحن لا نعترف بشيء اسمه هيئة الامم المتحدة، هذه هيئة باطلة ولا يجوز للعالم الاسلامي كله الانضواء تحتها. ليه؟ لانه ضمن قراراتها ما يخالف شرع الله. الارض المقدسة لمين؟ لله. وشو هي شو بتقول؟ بتقول الارض المقدسة قسمين، قسم للمسلمين وقسم لمين؟ لا اليهود. وهذا يخالف ايش؟ يخالف شريعتنا. عشان هيك كونه يخالف شريعتنا فانا شرعا لا يحق لي الانضواء تحت هيئة الامم المتحدة. هاي من ناحية. من ناحية تانية لو الان اخواني يعني احنا جينا نخاطب انسان يتكلم في السياسة يقول لك سيبني من الدين، انا ما بفهم في الدين، احكيني في السياسة، احكيني في السياسة. مع انه شرعا اخواني مثل هذا الانسان لا يستحق ان اخاطبه ولا يستحق ان اتكلم معه. يجب ان يكون الانسان المسلم منطلقه من فين؟ من قال الله وقال الرسول. ولكن نقول لو احنا تكلمنا معه على مستوى كلامه وقلنا له تعال سنتكلم معك ايش سياسيا، انت بتقول انه هيئة الامم المتحدة في القرار رقم 181 قسم الدولة لايش؟ لقسمين، قسم فلسطيني وقسم اسرائيلي، او خلينا نسموه دولة اسرائيل. مع التنبيه اخوان ان اسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء يعني ألصقوا هذا الأسم فيهم، مع أنه احنا نستحق أسم يعقوب يعني إسرائيل أكثر منهم، وهم لا يستحقوه لأنهم لم يسيروا على تعاليم يعقوب ولا على تعاليم الله عز وجل. فنقول أنه هذا القرار لما قسم الدولة إلى دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية، السؤال اللي نسأله من ناحية سياسية، هل الدولة الفلسطينية قائمة ولا مش قائمة؟ قائمة. ليه؟
لأنه ما لغى وجود الدولة الفلسطينية، إنما قسم جزء من الدولة الفلسطينية. شو أعطاه لمين؟ أعطاه لليهود. يعني القسم الثاني شو تمه؟ فلسطيني. يعني صار في أنا دولة فلسطين ودولة إسرائيل، فالقسم الفلسطيني موجود. الآن إخواني، هذا يدعونا للتساؤل. شو يدعونا للتساؤل؟ يعني فلما قام ياسر عرفات بإيش؟ بإعلان قيام الدولة الفلسطينية. مجرد قيام ياسر عرفات بإعلان قيام دولة فلسطين، شو معناه؟ معناه هو أقر ضمنياً إنه دولة فلسطين لم تكن قائمة، ولكن بحسب القانون الدولي وبحسب قرارات الأمم المتحدة وبحسب القرار 181، دولة فلسطين شو كانت؟ كانت قائمة. إنما شوفوا إخواني، تم جرجرة ياسر عرفات لإعلان الدولة الفلسطينية. ليه؟ لأنه إعلان ياسر عرفات إن الدولة الفلسطينية قائمة إنما هو اعتراف من ياسر عرفات إيش؟ على صحة باقي الأرض الفلسطينية إنها دولة إيش؟ إسرائيلية. ومجرد اعترافه إنه في أو أنا أعلنت الدولة الفلسطينية كان بمثابة اعترافه بإيش؟ بالدولة الإسرائيلية التي لم تكن قائمة. إحنا عندنا المسلمين، عندنا المسلمين ما كانت دولة قائمة، هذه قوة احتلالية احتلت الأرض وقامت جبرا بإيش؟ بالتواجد في هذا المكان، ولا يحق لها التواجد. بمجرد أن قام ياسر عرفات بالاعتراف أو بإعلان الدولة الفلسطينية على الجزء التي أعطته إياه الأمم المتحدة سنة 47 أو 48 في القرار 181، إنما اعترف بإيش؟ بصحة الشق اللي موجود في مين؟ في بيد مين؟ دولة إسرائيل. وهذا شو أعطاهم؟ أعطاهم عذر يعتذروا في أمام الله عز وجل. شو يقولوا؟ يعني الدولة، دولة إسرائيل، يعني ما قامت هيك، إحنا أعلناها أي نعم، ولكن هذا الإعلان مين باركه؟ الفلسطينيين نفسهم هم اللي باركوا هذا الإعلان، فأصبح عندهم ذريعة يتذرعوا فيها أمام الله إنه إحنا ما سوينا إشي غلط، وإنه اللي أعطانا الاعتراف بهذا الكيان وهذا الوجود مين هو؟ الفلسطينيين أو المسؤول عن الفلسطينيين في ذلك الوقت اللي هو ياسر عرفات. نقول بين مزدوجين يرحمه الله، إنه يعني هو صار بين إيدين الله عز وجل. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة، مع إنه يعني قراره كان مضر جدا من ناحية إسلامية بعلاقة هؤلاء الذين يعلمون الشرع أكثر منا بكثير. نقول هذا إخواني شيء يجب أن نتذكر. الشيء الثاني إخواني اللي بدنا نذكره، أذكركم فيه، إنه الأمم المتحدة اللي أصدرت القرار 181 في تقسيم الأرض الفلسطينية إلى قسمين، فلسطين وإسرائيل، هي نفسها التي أصدرت المادة رقم 22. يعني ارجعوا لا دستور أو قوانين الأمم المتحدة، ارجعوا للمادة 22. المادة 22 شو بتقول؟ لا يحق لأي دولة أيا كانت أنها شو تسوي؟ تستولي على أراضي دولة أخرى. هي بتحكي هذا الكلام. فإذا أنت يا مؤسسة دولية بتعتبري نفسك مؤسسة دولية، بتقول إنه لا يحق لإنسان أن يستولي على أرض الغير، أنت اللي أصدرت القرار 181، شو سويت فيه؟ أعطيتي أرض الغير لمين؟ لأناس آخرين. فهذا إخواني شو اسمه؟ تضارب في الأمور أو المصالح أو المواد التي توجد داخل الأمم المتحدة. ويجب أن تقرع عند هؤلاء الزعماء اللي انضموا وللأسف تحت راية الأمم المتحدة ناقوس خطر كبير، إنه يفهمهم ما هي الأمم المتحدة. نذكر إخواني، نذكر كمان أمر، إنه الأمم المتحدة لما أصدرت المادة 181 اشترطت لإصدارها أن توقع عليها مين؟ الدولة العبرية التي أعطيت سيادة على جزء من الأرض الفلسطينية. وقتها قام بن غوريون بتوقيع إيش؟ مادة
مش تصريح لساني كلامي، لا، مادة مكتوبة، وقع على اتفاقية مع الأمم المتحدة أن الأرض الفلسطينية جزء منها فلسطين وجزء تاني مالهم هو الأرض أو الدولة العبرية، وأن القدس شمالها ضمن إيش؟ ضمن الحصة الفلسطينية، وأن هذه الأمور يعني ملزمة. واستمر بن غوريون عدة سنوات وهو يقول يجب احترام هذه المادة، لأنه إخواني يعني شهدنا بعد 47 أو 48 شهدنا 67. 67 شو كانت؟ كانت انقلاب على المادة القانونية، ولا أقول على المادة الشرعية، لأنه أصلا المادة الشرعية من الابتداء تم تجاهلها وتم خداع الناس. تم الانقلاب على المادة القانونية سنة 67 بذريعة إنه دول عربية قامت بمعاداة وإعلان الحرب على إسرائيل، وبالتالي تم رد الحرب. وكل هذا إخواني شو بنسميه؟ بنسميه خطة متفق عليها بين كل الأطراف. وش كانت النتيجة؟ إنه تم رد الحرب أو العدوان، بسموه العدوان. وللأسف يعني كانت النتائج إنه صارت القدس شمالها صارت فين؟ في الجهة الإسرائيلية، ولم تكن في الجهة الإسرائيل الفلسطينية. ونذكر إخوان من 67، أين من 67 يعني بدأت محاولات إعلان، يعني كان في إعلان شفهي إنه إحنا صارت القدس في يدنا، صارت بين إيدينا، سنعلنها عاصمة لبني إسرائيل، حتى تم إعلانها بالفعل سنة 1980 بشكل رسمي أن القدس عاصمة الدولة الإسرائيلية الأبدية التي لن يتم الاستغناء عنها أبدا. هلا في 67 كانوا يتكلموا عن أن القدس، في 48 القدس حالها يعني سنتدارس في النهاية انه راح تكون دولية وغيرها، سموها الستيتوس كو او الوضع الراهن. ليه؟ حتى تتمكن براثن هؤلاء من ايش؟ من السيطرة عليه. الان اخواني شو بقي؟ يعني بعد الارض المقدسة وبيت المقدس شو بقي؟ المسجد او بنيان، نتكلم عن بنيان المسجد الاقصى. بنيان المسجد الاقصى شو بده؟ بده ايضا كمان خديعة، يخادعون الله والذين امنوا. اي خديعة، اي واحد مستعد انه يبيع حتى لو مش له، هم مستعدين انهم يشتروا. حاولوا مع ياسر عرفات لم ينجحوا، يحاولون الان مع السلطة، مع عباس. وبالمناسبة اخواني اصرار عباس على عدم التنازل عن المسجد الاقصى سيكون اما سبب اغتياله او استبداله، سيكون يعني واحدة من تنتين، اما انه بيوافق او يتم اغتياله او استبداله، واحدة من هذول التنتين، فيش لهم ثالث، فيش حل ثالث، هذول الحلين الموجودين. حاولوا مع مين؟ مع الاردن. الاردن يعلم الملك عبد الله انه تنازله عن المسجد الاقصى تنازل عن ايش؟ عن ملكه والمسجد الاقصى مالهم بالنسبة له، مالهم كفة ميزان واحدة، ان تنازل عن المسجد الاقصى فبالتالي يتنازل عن الملك. عشان هيك مش قادر، مش لانه هو بده او حابب او انه المسجد الاقصى بعنيه، لا، لانه الامر مرتبط بايش؟ بالكرسي. حاولوا مع مين؟ مع محمد بن سلمان السعودية. كان في بوادر موافقة انه يتم استبدال الوصاية الاردنية من الاردن لفين؟ للسعودية، ويتم سحب البساط من تحت الاردن، تحت قدمي الملك عبد الله، واعطاء المفاتيح لمين؟ لمحمد بن سلمان. ولكن الظروف شاءت انه ايش؟ تتبدل كل المعادلة، وصارت ونشبت وقتها الحرب مع مين؟ الحرب الاخيرة مع غزة، وخربت كل المخططات. وعادت السعودية واعلنت انه الطريق الوحيد لعمل سلم مع تل ابيب شو هي؟ بموافقة الشعب الفلسطيني. الان شو مالها تل ابيب بتدور على ايش؟ على واحد يبيع. الامارات جاءت، ومن بعدها مين؟ البحرين جاءت، موافقين انهم يبيعوا، مع انه لا لهم لا في الناقة ولا في العير ولا في النفيل، لا في الناقة ولا في الجمل، فيش لهم شيء.
إلا إنهم مستعدين يبيعوا. فعشان هيك إخوان بقولكم لاحظوا إنه تزامن مع صلاة هذا البحريني في قاعة أو في ساحة البراق أمام سجادة الهيكل، جاء مباشرة قرار من المحكمة الصلح الإسرائيلية بالسماح بصلوات إيش؟ صامتة لليهود داخل المسجد الأقصى. اشتروا اشتروا ليه؟ لأنه بيقولوا لله عز وجل ما هيو إحنا بنسمح لهم إنهم يصلوا عنا، فهم بالتالي شو لازم إحنا نسوي؟ نصلي عندهم واحدة بإيش؟ واحدة بواحدة. فصلاة البحريني، صلاة البحريني أمام هاي السجادة شو كان ثمنها؟ كان ثمنها إنه يتم السماح بصلوات صامتة لهؤلاء، وتكلمنا بمعنى صامتة وقلنا لما كانت صامتة شو كانت؟ جهرية واعتقالات وقرابين وغيرها، فما بالك لما أصبحت من ممنوع لإيش؟ لمسموح صامتا، شو راح يكون الحل؟ فالوضع اللي جاي علينا إخواني وضع صعب جدا جدا جدا. ونذكر إخوان بالمناسبة إنه الشيخ عكرمة صبري يعني أصدر بيان، الهيئة الإسلامية العليا أصدرت بيان اللي هو الشيخ عكرمة صبري يستنكر هذا القانون الذي صدر من المحكمة الإسرائيلية بالسماح بالصلاة الصامتة، وقال إنه ليس لهم يعني بالمشاركة أو الكلمات كانت أيضا قانونية ليست فقط شرعية. يعني المحامي خالد زبارقة يعني أصدر كلمات واستخدمتها الهيئة الإسلامية العليا إنه لا يحق لهؤلاء قانونيا ولا شرعيا، من ناحية قانونية ليس لهم وصاية على هذا المكان، فليس للمحاكم الإسرائيلية أي سلطة على ما يجري داخل المسجد الأقصى المبارك. السلطة على ما يجري داخل المسجد الأقصى المبارك هي فقط أردنية للملك أو العائلة الهاشمية للملك عبد الله، وبالتالي هم يرفضوا هذا القرار وينبهوا الناس أنها ترفض هذا القرار. إحنا إخواني نتكلم بأمور تحدث، يعني هذا ما حدث. فشو كانت النتيجة؟ النتيجة أنه بعد ما أصدر هذا البيان مباشرة تم اعتقال والتحقيق معه لمدة 6 ساعات. 6 ساعات إخوان لاحظوا، إنسان كبير في السن فوق 80 سنة لربما 82 سنة أو أكثر، يتم التحقيق معه لمدة 6 ساعات في موضوع هم أصدروه ويعلموه معناه، هم اللي بيعرفوه معناه، يتم التحقيق معه وفي النهاية تم إعطاؤه أمر إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 1 أسبوع قابلة للتجديد. وكلمة قابلة للتجديد إخواني إحنا اعتدنا عنها، بعد الأسبوع شو بيجي؟ بيجي أشهر. بعد الأسبوع شو بيجي؟ أشهر، أكثرها 6 أشهر، وإحنا ننتظر حتى نعلم ماذا سيحدث مع الشيخ عكرمة بعد هذا الأسبوع، يعني بعد عدة أيام تنتهي الفترة أو فترة المنع. ونسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والعون بالشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى. معناه إخواني يعني ننبه إنه مرة أخرى إحنا كمسلمين يعني قانوننا من قال الله وقال الرسول، ولا شيء في الدنيا يجبرنا أن نأخذ بقوانين وضعية وضعها الشيطان وحزبه. إخواني واحدة من تنتين فقط لا غير، في قال الله، شو في قال؟ قال الشيطان. المسلم شو بقول؟ بقول قال الله. المسلم مع مين؟ مع قال الله. أي إنسان مع شيء قال فلان يعارض قال الله فهو مع مين؟ مع الشيطان. فأنت واحدة من تنتين، إما مع قال الله أو مع قال الشيطان. إذا تكلمت بالشيء يخالف قال الله وقاله الشيطان فأنت مع الشيطان. عشان هيك إخواني بنقول إحنا كمسلمين، أنا أسلمت نفسي لله، شو معناها؟ معناها أرضى من الله ما قال الله، وبالتالي أرضى من الله ما قال الرسول، لأن الله سبحانه وتعالى شو قال لي؟ ما آتاكم الرسول فخذوه. فأرضى ما قال الله وأرضى ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا أنا لم أسلم نفسي لله عز وجل، أو لم أسلم نفسي بالكلية مع الله سبحانه وتعالى.
ما بصير أنا كإنسان مسلم تكون في عندي عين في الجنة والعين الثانية فين؟ في النار. منفعش، لأنه إذا أنا توجهت إلى أمور دنيوية فأنا بدي أروح مع الشيطان. طب أنت مع الله كيف بتروح مع الشيطان؟ عشان هيك بقول إخوة، يعني علينا جميعا أن نعيد حساباتنا. يعني يجب أن تسأل نفسك من جديد، يجب أن ترجع تعود إلى نقطة الصفر. ليش بقول ترجع إلى نقطة الصفر؟ لأنه النقطة اللي إحنا موجودين فيها اليوم نقطة خطرة جدا. والمناسبة إخواني هنا، يعني لأنه الكلام اللي بدي أحكيه يتوافق مع رؤية جاءت للشيخ رائد صلاح، فك الله أسره. يعني شاف في رؤية حدثني فيها أحد المقربين إليه إنه كل الناس علماءها، سياسيينها، وزراءها، حكامها، كبارها، يعني كل الناس المعتبرة شمالهم مش قادرين يغيروا ولا يصلحوا الخراب اللي صار في الناس. مش قادرين. شو معناه؟ معناه كأنه الخراب والفساد شماله عم وطم واتسع، ولم يعد بالإمكان إلنا إحنا العلماء والفقهاء إنه شو نسوي؟ نصلح الحال. يعني بتحكي مع الواحد بتقول له افعل كذا يا فلان، هو قاعد في المسجد معك بقول لك ممتاز ممتاز ممتاز، بس تتركه 10 دقائق وبتلاقيه عاود رجع للدنيا والشغلات اللي كان يسويها وما قدر يلتزم الاشي اللي انت حكيت له اياه من قال الله وقال الرسول. ونقول الناس اليوم اغلبيتها وللاسف شمالها تتوجه للدنيا ومش قادره انها تترك هذه الدنيا. شنك شو بقول لك؟ بقول لك ارجع لفين؟ لنقطة الصفر، واسأل حالك أهم سؤال، أنت إيش بدك؟ بدك الجنة ولا بدك النار ولا بدك التنتين مع بعضيهم؟ بدك الجنة ولا النار ولا التنتين مع بعضيهم؟ وأنا بقول لك منفعش التنتين مع بعضيهم، يعني بدك تنقي يا الجنة يا النار. بدك الجنة ولا النار؟ إذا بدك الجنة معناه بدك تسلم نفسك لله عز وجل. شو معناه؟ بدك ترجع لقال الله وقال الرسول. أما إذا أنت ما بدكش الجنة وبدك الدنيا فقلناها أنت حرش اللي بدك تسويه، لأنك أنت صرت عارف وفاهم. وللأسف إخواني كثير من الإخوان اللي براسلوني بعتولي رسائل، يعني رسائل محزنة جدا، يعني بقول لك يا شيخ أنا موجود في مكان كذا وكذا والمعصية سهلة، الزنا سهل والربا سهل والأمور الأخرى كلها سهلة، ويعني أنا أنزلق في المعاصي، بنزلق للمعصية ثم أندم وأبكي بكاء شديد وأتوب لله عز وجل وأصمم على التوبة، ولكن سرعان ما إيش؟ ما أنزلق للمعصية من جديد. فيطلب مني يعني شو الحل؟ بدي حل. كأنه إخواني بإمكاني أني أنا أوفر له الحل. الحل بيد مين؟ الحل بيدك أنت، أنت اللي بتقرر، أنت اللي بتفعل، أنت اللي بتسوي، أنت اللي قررت أنك أنت تنزلق للمعصية. هذا عملك، هذه علاقتك مع الله عز وجل. أنا أستطيع أن أدلك للصواب، بس هون أنت عارف الصواب أصلا، أنت عمالك بتقول لي أنا سويت شيء غلط، يعني أنت عارف الصح وعارف الغلط، فما أستطيع أن أفعل لك. إذا أنت عارف الصح وعارف الغلط وعمالك بتسوي الغلط وبتندم عليه وبتبكي عليه، وبعدين شو بتسوي؟ ترجع بتسويه، وبتندم وبتبكي وبترجع بتسويه، وبتندم وبتبكي وبترجع بتسويه كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة. فأنا إيش بقدر أسوي لك؟ أنا بقدر أقول لك قال الله وقال الرسول، بقدر أقول لك إنه هذا الإشي الصح وهذا الإشي غلط، بس ما بقدر أجبرك إنك أنت تسوي الصح. إنك أنت تسوي الصح هذا قرارك أنت، علاقتك أنت مع الله سبحانه وتعالى. أنت من يجب أن يقتلع شوكه بيده. ما بقدر أجي أنا أقلع لك شوكك. الله سبحانه وتعالى شو بقول لك؟ وجاهدوا أنفسكم. هذه مجاهدتك للنفس. العمل الصواب إخواني الحلال شماله صعب، والجنة حفت بإيش؟ حفت بالشهوات، حفت بالمكاره. والنار حفت بإيش؟ النار حفت بالشهوات. يعني العمل الصالح صعب جدا، وعليك أن تجاهد نفسك حتى تعمل العمل الصالح. ف
فعليك أن تعود إلى نقطة الصفر وتسأل نفسك ماذا أريد؟ بدك أنت الجنة؟ بدك قال الله؟ بدك قال الرسول؟ معناه بدك تجاهد نفسك، ولما بدك تجاهد نفسك معناه كل عمل بدك تعمله مهما كان صغير، كل عمل يعني كل يوم كل لحظة كل دقيقة، كل ما بدك تقوم بعمل قبل ما تقوم فيه اسأل نفسك هل هذا العمل يرتضي الله عز وجل ولا لا يرتضي، ثم جاهد نفسك أن تفعل ما يرضى الله سبحانه وتعالى وأن تجتنب ما يسخط عنه سبحانه وتعالى. يجب أن تجاهد نفسك إخواني، هذا عمل صعب. أي نعم عمل صعب، الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ ولقد خلقنا الإنسان في كبد، بقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بعد ما تجاهد نفسك وتتعب وأنت تجاهد نفسك حتى تفعل الحلال الصواب ما يرضى الله سبحانه وتعالى، اعلم أنك ستلاقي الله سبحانه وتعالى بهذه المجاهدة. الله سبحانه وتعالى سيقول لك أحسنت، جاهدت نفسك وربحت، ربحت هذه التجارة، ربح هذا البيع، أنك أنت بعت نفسك لله سبحانه وتعالى. فيجب أن نجاهد أنفسنا حق الجهاد، ويجب أن نغمض عينينا عن شهوات هذه الدنيا. هذه الدنيا إخواني شهوات، ولكن هذه الشهوات فيها كثير من المنزلقات، يجب أن تكون حريص. يعني أنا لا أقول لك اترك النعم، لا، النعم إخواني أمور الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها، ولك أن تتنعم بنعم الله، ولكن ضمن إيش؟ ضمن إطار الحلال، ضمن إطار ما يرضى الله سبحانه وتعالى. أما أن تتنعم في النعم في المنطقة الحمراء الله سبحانه وتعالى حرمها عليك، فهذا إخواني ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى، وما لا يصح، وما سيكون سبب بخسرانك وندامتك العظيم. وأذكر إخواني كل عاصي يعصي الله عز وجل، أذكر أن الله سبحانه وتعالى غافل الذنب وقابل التوب، وباب التوبة لا يغلق أبدا. إنما إخواني أحذره من هذا التحذير، لازم يأخذه بعين الاعتبار. ما أدراك أنك لن تموت في لحظة قيامك بالذنب. يعني مثلا الزاني اللي هو بيزني، ما أدرى أنه ما راح يموت على فراش الزنا. يعني يقول والله أنا بزني وبعدين شو بسوي؟ بتوب وأدعو الله سبحانه وتعالى وأكثر من الاستغفار وأستمر وأصر على الاستغفار حتى يسامحني الله عز وجل. ولكن ما أدراك أنك تستطيع أن تبقى وتستطيع أن تستمر ولو للحظة بعد الذنب، أو حتى ما أدراك أنك بعد المعصية ستمهل حتى تستغفر، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيك عمر كافي لهذا الاستغفار. ما أدراك، كيف تدري؟ عشان هيك إخوان نقول قيامك بالذنب أو بالذنوب خطر عظيم، على ما نعلمه أن الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب. أي نعم الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب، ولكن عندما تعصي الله سبحانه وتعالى أنت تضع نفسك أمام خطر عظيم جدا جدا جدا، إنك أنت تلقى الله سبحانه وتعالى على هذه المعصية وعلى هذا الذنب. عشان هيك إخواني يعني نريد أن نصل إلى خلاصة بشأن هذا الأمر وهذا الحكم. أول شيء نذكر أنه هذه أرض الله سبحانه وتعالى، وخداع هؤلاء لله عز وجل أنهم صاروا موجودين كأمر واقع لا ينفع. أي نعم يؤجل العقاب ولكنه لا ينفع. أذكركم يعني أذكر ببني إسرائيل بالأخص، أذكرهم بإيش؟ بمن قاموا بخداع الله في صيد السمك يوم السبت. أي نعم هم نجحوا بالمخادعة، هم اتخذوا التقوى. شو قال لك؟ أنا سأقوم بإلقاء الحبالة الشباك يوم الخميس أو يوم الجمعة، وسأثبت يوم السبت ما أتحرك، ويوم الحد شو بسوي؟ أسحب هذه الشباك. أنا ما خالفت أمر الله،
ولكن هل ارتضى منهم سبحانه وتعالى هذا الأمر؟ اقرأوا الآيات القرآنية وستجدوا أن بعد هذه المخادعة شو سبحانه وتعالى؟ جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني خصفوا قردة والخنازير لإيش؟ لمخادعتهم لله عز وجل. فمخادعتكم لله عز وجل الآن حتى لو أجلت العقاب إلا أنه هي لن تمر أمام الله عز وجل، لن تنفع المخادعة ولن ينفع الخداع ولن يرفع عنكم العقاب، العقاب آتي من الله سبحانه وتعالى، وأنتم أكثر من يعلم أن العقاب آتي من الله سبحانه وتعالى. أنتم من أخبرهم سبحانه وتعالى وكتب لهم وقضى لهم في التوراة كل ما يخص هذه الأرض المقدسة، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن فين؟ في الأرض، أي أرض؟ الأرض المقدسة. يعني الله سبحانه وتعالى كتب لكم في التوراة كل القوانين الخاصة في الأرض المقدسة، وكتب لكم أن الخداع لن ينفع. عشان هيك إخواني أذكر هؤلاء أنه هذا القانون إنما هو خداع، وهذا الخداع لن يمر على الله سبحانه وتعالى، وأنه إحنا كمسلمين لا نقبل هذا القانون. أنتوا قررتوا أنكم تخادعوا الله، هذا أمركم، أنتوا حرين خادعوا الله، شأنكم مع الله سبحانه وتعالى اللي بدكم إياه، علاقتكم مع الله سووا اللي بدكم إياه، ولكن إحنا مش مجبورين أنه نقبل قانونكم، لأنه قانونكم مش رباني، وإحنا قانوننا من فين؟ من القرآن، من قال الله وقال الرسول. إحنا قانوننا من قال الله وقال الرسول. والله سبحانه وتعالى سؤال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والله سبحانه وتعالى أورثنا هذه الأرض، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نقطة أخرى إخواني أريد أن أنبه عليها، دائما إخواني انتبهوا لأمر مهم، قبل كل قانون أو كل أمر يجد على الأرض المقدسة وبالأخص المسجد الأقصى، لاحظوا أن هناك أمور عظيمة تحدث في الدنيا من قبيل الإلهاء، من قبيل الإلهاء. الآن يتم تلهية المسلمين بإيش؟ بعمليات بطش عظيمة. فين تحدث؟ في الهند. يعني عمليات البطش العظيمة اللي بتصير في الهند، حتى أن أنظار المسلمين فين تتوجه؟ تتوجه إلى هؤلاء. احنا إخواني لا نقول إنه والله اترك إخوتنا في الهند ما تنظر إليها وانظر ما يحدث في الأرض المقدسة، لا، هذول إخواننا، وإن احنا المسلمين أن تهدم الكعبة حجر حجر أهون علينا من إهراق دم مسلم واحد. ما يحدث في الهند يعنينا ويخصنا، ونحزن وتحزن قلوبنا على كل قطرة دم تنزل من كل مسلم هناك بلا سبب وبلا أي حجة، إلا أنه شو بقول؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأنه أريد أن أنبه أن هذا الذي يحدث إنما هو تغطية على إيش؟ على ما يحدث في الأقصى. ليش هم بدهم يغطوا على ما يحدث في الأقصى؟ ما يحدث في الأقصى بالنسبة لهم هو المهم في أمور آخر الزمان. ما يحدث في المسجد الأقصى هو الذي يتعلق بما يحدث آخر الزمان، يعني مخلص آخر الزمان عندهم هم شو بيقولوا عنه؟ المخلص لن يخرج إلا أن يتم الاستيلاء على مكان مكاني زماني، يتم فيه طقوس دينية بحرية علنية مش صامتة في هذا المكان، حتى يتم إخراج مخلصهم. وعندما يتم إخراج مخلصهم تكون الفرصة سانحة لحكم الدنيا بنظام سموه النظام العالمي الجديد، بسط السيطرة على الدنيا بحسب النظام العالمي الجديد. فلذلك إخواني أريد أن أنبه على هذا الأمر حتى تنتبهوا عليه في الأيام أو في الأمور القادمة. لما يتبقى إخواني يعني وقت كثير، ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مرحبا بذكر الله. الله يبارك فيك ويرضى عنك. لله الحمد. الله يحفظك ويرضى عنك إن شاء الله ويكرمك. يبارك فيك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك، بارك فيك إن شاء الله، يجعلك من البري. بارك وعمرك فيك إن شاء الله. الله يرضى عنك، بارك فيك إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم. أشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.
اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة والسلام. اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته، واجزه عنا خير الجزاء إنك لا تحب المعاد.